أنا أختي على كل حال تغيرت حالتي على من اللي كنت من قبل، الحمد لله تغيرت الحمد لله، ويعني حتى حالة السيد هذاك اللي قطع لي السي في أنا يا بذاتي عدت كنت بغي نروح له ونقول له أخويا أني مسامحك، صح هو ما جاش، ما بغاش يجي وما بغاش يقابلني، ما نعرف عليه ولا يشاني نطلب منه السماح نورمال.